يعني هدي لك المودلز المهم بعتها لي دي نحلها دلوقتي، اكتب لك ال اهو هقول لك ايه كومبليت، اكتبهم وانت تحلهم وبعدين نبتدي ايه. احنا عارفين اي حاجه فاينز 1 بايه بنفسها. طيب ماشي ماشي اقوم لك اهو فاينز 1 ماشي بعد كده جايب لك كان جايب لك 10 تايمز 10، خد بالك طبعا هتنزل ال 2 زيروز وتعمل 1 تايمز 1 عادي يعني، وبعدين 4 تايمز 0 اي حاجه تايمز 0 طبعا ايكوال 0، اكتبهم عندك ده الكلام ده عشان تبتديها له. طيب 2 تايمز 4 عندك يا عمر في الخلاصه عشان تبتدي تحلهم. 2 تايمز 5 سامعني؟ اه سامعك، سامع انت سامعني؟ سامعني؟ اه طب اكتبهم عندك في الكراسه وابتدي احلهم يلا. ماشي يلا. جايب لك برضو اهو يعني بكتب لك كل الاكزامبلز اللي هو جايب. هنا نمبر 8 ماشي، خد بالك بص يا عمر هو ممكن يعمل لك ايه مثلا بس هعملها لك في البعد ثانيه مجموعات البونبوني دي كده خد بالك ما ال 10 بتنزل الزيرو عادي وتعمل 1 تايم 7 ب 7 ما فيهاش حاجه 1 دي 4 تايمز 9 وبعدين 9 تايمز 4 4 تايمز 8 خد بالك لو انا مش عارف 4 تايمز 8 مش حافظها هضطر ان انا اجمع ال 8 اربع مرات يعني اعمل 8 بلس 8 16 بلس 8 24 بلس 8 32 هضطر ان انا اعمل ال 8 بلس نفسها اربع مرات هتبقى متعبه جدا فانا لازم احفظ التايم تيبل لازم. طيب بعد كده جايب لي 5 تايمز 5 بعدين جايب لي 2 تايمز 7 بعدين جايب لك 10 تايمز 10 كتبناها مرة قبل كده جايب لك 2 تايمز 2 انا باخد بس كل المسائل اللي هو جايبها لنا عشان نحلها 10 تايمز 5 ده 10 خد بالك 10 تايمز 5 بعدين 3 تايمز 3 وبعدين 5 تايمز 6 كده تمام
2 وبعدين في 5 تايمز 4 اشيل 3 بعد كده تكتبهم يا عمر؟ مستر نعم البورد تايمز واضحة البورد ولا مش واضحة؟ فور تايم ناين فور تايمز ما خدناهاش ايه عد الناين ما... لا خدناها عد الناين بلس نفسها اربع مرات خدناها بس انت ما حفظتهاش مش ما خدناهاش خدناها بس انت ما حفظتهاش فانت هتضطر بقى كده تعمل ال 9 بلس نفسها اربع مرات يعني هتعمل 9 بلس 9 حط 9 في مخك و9 على ايديك افتر 9 10 11 12 لحد ما تخلصه ترجع تعمل عليها كمان 9 يعني انت هتعمل ايه بعد ال 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ترجع بقى بعد ما خلصت ال 18 ترجع تدي عليهم كمان 9 بعد ال 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ترجع تحط 27 في مخك تعد كمان 9 بعد 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 هتبقى متعبه جدا طبعا ما انت طول ما انت مش هتحفظ التايم تيبل هتفضل تتعب فيه في الحل انك هتفضل تعد على ايديك فاحسن حاجه ان انا احفظ التايم تيبل وانت مش عايز تحفظ انت عايز تحفظ لي 2 و3 وخلاص مش عايز تكمل لا لازم احفظه فهتضطر تعد على ايديك لحد ما تجيبها انا مش هقولها لك عد على ايديك وتعب طالما انت مش عايز تحفظ تايم تيبل هتعد على ايديك وتتعب برضه 3 تايم 6 هتجمع 6 ثلاث مرات لو انت مش حافظها بس هنخلص دول عشان هناخد ناس تاني يبقى اللي مش عارفها يا عمر تعديها على ايدك فاهمني يا عمر يلا هسيب لك فيه 200 مينتس تخلصهم كده مينتس خلصهم بعدين نعمل لهم تشيك اتفضل 2 تايمز 1 هيبقى ايكوال 2 لو انت عاملها صح اعملها صح عاملها غلط صلحها 10 تايمز 10 هحط ال 2 زيروز دول وعامل 1 تايمز 1 ب 1 يبقى 100 طب 4 تايمز 0 ب 0 اي حاجه تايمز 0 ايكوال 0 طيب 2 تايمز 4 ايكوال 8 4 تايمز 2 ايكوال 8 2 تايمز 5 ايكوال 10 لو انا مش حافظها او عامل 5 في مخي و5 على ايديا افتر 5 6 7 8 9 10 هتعب طبعا لو انا مش حافظ هتعب في العد على ايديا 5 تايمز 2 دي هتبقى 10 برضه لان 2 تايمز 5 هي 5 تايمز 2 طيب 3 تايمز 4 ب 12
طب 4 تايم 3 برضو 12. 4 تايمز 5 20. 10 تايم 7 بتنزل الزيرو ده تكتبه بتعمل 1 تايم 7 ب 7. طيب 4 تايمز 9 36. 9 تايمز 4 36 برضه، خد بالك 4 تايمز 9 يا 9 تايمز 4. طيب 4 تايمز 8 32. 5 تايمز 5 25. طيب لو جينا بصينا كده بقى 2 تايمز 7 ايكوال 14. 2 تايمز 2 ايكوال 4. 10 تايمز 5 هننزل الزيرو ونعمل 1 تايمز 5 ايكوال 50. 3 تايم 3 ايكوال 9. 5 تايم 6 دي سهله 30. طب 3 تايم 3 ايكوال 9. 4 تايم 2 8. طيب 5 تايم 4 هي 4 تايم 5 ب 20. طيب تعالى على اللي بعديها 10 تايم 1. ال 1 لما اعمله تايمز اي حاجه بتنزل نفسها 10. 4 تايم 4 16. نعم اي حاجه في 1 تبقى شبه اي حاجه في 1 تنزل هي هي يعني 2 تايمز 1 ايكوال 2، 3 تايمز 1 ايكوال 3 تلزم هي، واي حاجه تايمز 0 بتبقى بزيرو زي ما انا قلت 4 تايمز 0 ايكوال 0. طيب 10 تايمز 2 هتنزل 0 وبعدين 1 تايمز 2 ب 2. 2 تايمز 8 16. طيب 10 تايمز 5 هتنزل الزيرو بعد تعمل 1 تايمز 5 ب 5. 3 تايمز 6 18. 3 تايمز 9 27. بس هصور لك دول وعامل لك بعض الاشكال اللي جايه عندك في الكتاب رسومات كده، وعايزك تعمل ايه؟ بس هو بصراحه رسم كلاب وحاجات كده انا مش عارف ارسمها، فانا هعمل لك ايه؟ هعملهم لك على 8 سيركلز يعني. بس يعني هو جايب لك ايه؟ بص يا عمر، هو جايب لك مربعات كده ورسم فيها دوجز بصراحه، بس انا مش عارف ارسم الدوجز، فهعمل لك سيركل زي يعني هيقول لك برضو ايه هنا كومبليت جنبها كده اهو، هعمل لك كده ادي نمبر 1 اهي برضو هعمل لي كده، هعملهم لك انا على 8 سيركلز وخلاص. هو عامل كده ثلاث مربعات كده وعامل هنا 4 دوجز. بص هعمل لك الدوجز على انها سيركلز بقى، ما اعرفش ارسم دوجز. فانت هتقول ايه؟ هتقول دلوقتي 1 2 3 هم 3 سكويرز، هتقوم كاتب 3 تايمز كل واحد فيه كام؟ كل واحد فيه 4. 1 2 3 4 3 تايمز 4 لو انا حافظها هتبقى 12. طب لو انا مش حافظها، لو انا مش حافظها هتقعد تعد بقى اهو 4 بلس 4 تعد بقى، بص 1 2 3 4 عد عليهم كمان 4 بلس 4 5 6 7 8 هتعد عليهم كمان بلس 4 هيبقى 9 10 11 12 هيطلع 12. فهمت يا عمر؟ اه همسح لك انا دي وهعمل لك انا بقى ايه؟ ناس ثانيه تعملها لي، بس هعملها لك بصراحه على اي تي زي ما قلت لك سيركلز كده عشان انا مش هعرف نعم مستر. ايوه حبيبي ممكن تخلي الحاجات قليلة؟ أكتب لك الحاجات إيه؟ ممكن تخلي الحاجات قليلة؟ حاضر يا حبيبي. أنت هعمل لك بس كده أهو. أعمل دول عندك بقى كده. قليل، حاضر هقلل لك خالص. ماشي؟ هعمل لك بعد كده واحدة بس فيها بونبوني. يعني أنا ممكن أعملها لك بقى بس إيه؟ أه البونبوني ده سهل أهو. هعمل لك كده البونبوني هعمله لك كده وخلاص يعني ماشي.
واعمل لها بتاع من هنا كده، مش عارف اعملها ازاي بصراحه. اهو اكتبهم عندك يا عمر وهنعمله. بعد كده هعمل لك بتاع كده فيها اقلام اهو، قلم كده وقلم وقلم وقلم. دول اقلام، الشرط الواقفه دي اقلام. دي اعملها لك بالونات. يعمل لك بتاع كده في ايس كريم. اه اعمل لك صناديق كده في ايس كريم، خد بالك اهو. يعني انا بحاول ارسم لك الايس كريم، انا اصلا مش بعرف ارسم قوي بس بحاول يعني. ده اللي هو الاكسرسايز اللي عندك في الكتاب يا عمر، فانا بحاول ارسم بقدر الامكان. لو انت بتعرف ترسم احسن مني بقى ارسمه، ماشي؟ اللي بعدها دي سهله بقى، جايب لك تراينجلز كده، فدي سهله قوي. جايب كده تراينجلز اهو، تراينجلز جوه دي سهلة صراحة. يبقى انت لو ما عرفتش الانسر يا عمر، تعد بقى كل السيركلز دي، او تعد كل البونبوني ده كده يعني، ماشي؟ كفايه دول وخلاص عليك اهو، بس كده. هصورهم لك بقى برضو، هدي لك 5 minutes برضو تعملهم، وبعدين نرجع نعملهم. رسمتهم يا عمر؟ رسمتهم كلهم؟
طيب ماشي، ارسمهم احلهم بقى وماشي، هدي لك 5 مينتس فيهم كده ونرجع نحلهم مع بعض. يلا، يبقى دول، بص دول كده يبقى عندك هوم ورك ان شاء الله. ماشي، اللي هم دول هحل لك بقى تاني، اللي هم المسائل اللي هي بتاعت الايه اللي كنا كاتبينها بتاعت البلالين والحاجات دي. مسألة كانت سهلة قوي، اول مسألة عملتها ايه بقى؟ كان عامل لك كده صح؟ ماشي، كان عامل لك بص كده، كان عامل لك مربع فيه اربع بلالين كده صح؟ مربع تاني فيه اربع بلالين كده صح؟ عملتها ايه يا عمر؟ ها؟ عملت دي ايه؟ مش سامعك. ايه؟ عملت دي ايه؟ عملتها كام تايمز كام؟ ها؟ ما عملتهاش. عملت. انت عملتها ولا ما عملتهاش؟ 6 تايمز 4؟ لا هي 5. هما ادي مجموعة اتنين، هما ادي مربع اتنين تلاتة أربعة خمسة، 5 تايمز 4 طلع ايكوال وات بقى؟ 5 تايمز 4 20. صح كده، برافو عليك. طيب اللي بعدها كان في عندك ثلاث بلالين كده، ثلاث مربعات اهو، وكل مربع مش عارف فيه ثلاث شوكولاتات او ثلاث بلالين كده اهو كده. عملتها دي ايه؟ هم عملتها يا عمر؟ عمر، هم ثلاث مربعات، ثلاث مربعات يبقى 3، كل مربع فيه ثلاث بلالين يبقى 3 تايم 3 9. طيب اللي بعدها كان فيه جايب لك كده المربعات اللي فيها الاقلام دي، اربع اقلام كده 1 2 3 4، والمربع الثاني كان فيه اربع اقلام كده صح؟ عملتها ايه يا عمر؟ هما مربعين، كل مربع فيه كام قلم؟ عمر نعم انت سامعني؟ يا عمر انت سامعني؟ طيب نعم انت سامعني ولا مش سامعني؟ سامع. امال ما بتردش عليا ليه؟ طيب 2 تايمز 4 ايكوال كام؟ ايكوال 8. تمام. طيب تعالى بعدها، بتطنش انت في موضوع الرد ده. طيب بص يا سيدي، عامل لك هنا بالونات ده. صفة عندك. نعم؟ صفة عندك. صوت معلق؟ خلاص احنا خلصنا. لا في صوت عندك. لا هو بس في نونة بتعيط، معلش. طيب نونة صغننة كانت بتعيط كده. طيب المهم بص يا سيدي، طيب بص يا سيدي، دول كم مربع؟ دول 4 1 2 3 4 خلاص؟ يعني اعملها 4 تايمز 2 بس. 4 تايم 2 ايكوالز 8. طيب واللي بعدها طبعا كانت كام؟ كانت 4 تايمز 2 برضه ايكوال 8. واللي بعدها كانت 8 2 8 5 4 8. اللي بعدها برضه كانت 5 تايمز 2 ايكوال 10، واللي هي نمبر 6 5 تايمز 10 تايمز 2 بقى، ما كل مربع فيه 2. واللي بعدها اللي هي نمبر 7 كان كام؟ كان 3 تايمز 6 كان 18. خلاص هتحل بقى انت الهوم ورك ده يا عمر، عندك انا هصور لك دول وهتحل الهوم ورك ده عندك. اوكي ماشي ماشي.
يلا ماشي حبيبي صح. يلا سلام عليكم. مع السلامة.